بهذه الدبكات افتتح مهرجان ألوان ديالى الأول من نوعه منذ سنوات مرت، وبمشاركة الفنانين والحرفيين من أصحاب المهن التراثية والأعمال اليدوية، وبحضور المئات من أهالي المدينة، حيث تم عرض نتاجاتهم من الأعمال والأدوات التراثية والمهن القديمة المتجهة للانقراض أمام الناس. أبين موهبتي للناس، أنا بديت أخوض هاي السنة، وهذا المهرجان الثاني إلي. الأول كان ألوان بهرزية، أجدادي السابقين كانوا إلهم واهس بالخط وخطاطين أصلاً معروفين. محافظة ديالى بصراحة بها طاقات شبابية كلش كبيرة، أعمال يدوية، أعمال حرفية. إحنا إن شاء الله بطريقنا نحاول نوصل صوتهم ونوصل بضائعهم لأكبر عدد ممكن من الناس ومن التجار. أوصل الحاضرون رسالة لبقية مدن العراق والعالم بأن ديالى لا تمد للإرهاب بصلة، وهذا المهرجان ما هو إلا دليل على الوقوف بوجه قوى الظلام، وأننا مستمرون بالحياة والإبداع ولن نتوقف. المهرجان يضم حرف يدوية اندثرت، رجعناها مثل آلة الحياكة اللي يصيحوا لها النار واللي يصيحوا لها الجومة. والله احنا شعب حي، خلي نقولهم للأرهابيين احنا شعب حي، لو شي سوون بينا احنا شعب حي وما توقفنا هاي الأعمال الإجرام. نريد أن نرسل رسالة إلى باقي محافظات العراق وإلى الخارج بأن محافظة ديالى لا تزال تنعم بالخير والتجدد وبعيدة عن الإرهاب بكل ما تعنيه الكلمة. مواهب جميلة للشباب ظهرت من خلال المهرجان، لا سيما الرسم والخط والحياكة التقليدية، وأظهروا المهن التراثية التي باتت تنقرض، ومطالبات بتوسيع المهرجان على مستوى العراق. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.